إذا كان الرئيس السادات والقيادة المصرية تريد تصميم رسالة خداع للتعمية أو الإخفاء نيتها عن الحرب، فكيف تصمم رسالة على مقاس جولدا مائير وموشي ديان وديفيد بن العازر وتسيفي زمير وإلي زعيرة؟ كيف تخدع هؤلاء جميعا وتكرس لديهم أنها لن تحارب؟ أتذكر وزير الصحة الإسرائيلي فيكتور شيمتوف في حكومة الحرب بتاعة 73 يقول أنا كنت جالس ودخل موشي ديان يعرض تقريره ويقول لا يبد أبدا أن نتخذ كل معلومة استخباراتية ونقوم ونستدعي الاحتياط كل أسبوع، هذا ينهك الاقتصاد ويشله، لابد أن نظهر برودة تجاه هذه المعلومات الاستخباراتية. وقال شيمتوف اللي هو فيكتور وزير الصحة أكمل قائلا أنهم توصلوا في هذه الجلسة، جلسة الحكومة، إلى ما يسمى بالمفهوم كونسبت. كلما زادت الإشارات بأن هناك حرب لن تقوم الحرب، فكان القرار صعب جدا، يعني المعلومة أمامهم لكن لا يرونها. في الواقع كان هناك قبل حرب أكتوبر صراع أجنحة ما بين المخابرات العامة الموساد برئاسة اللواء متقاعد سيفي زمير والمخابرات الحربية برئاسة اللواء إلي زعيرة. استطاع إلي زعيرة أن ينتزع هذه المكانة بعد فشل الموساد أكثر من مرة في توجيه إنذارات بالحرب لم تقع. الموساد أبلغ بالحرب سنة 71 وأبلغ باحتمالية وقوع حرب 3 مرات سنة 72 وأبلغ بالحرب في إبريل 73 ومايو 73 بناء على مصادر رفيعة المستوى لديه تعمل على الجانب المصري. إذن خطة الخداع الاستراتيجية المصرية حرقت صورة الموساد وحرقت مصداقيته لدى صانع القرار الإسرائيلي، فحتى لو جاء في حرب فرص تصديقه قلت جدا. بالضبط. أهم نجاح للخطة أن إسرائيل بناء على هذه المعلومات الزائفة عملت تعبئة للاحتياط مرتين على الأقل، هاتين المرتين أسفرت عن شلل عام للاقتصاد الإسرائيلي وخسائر مليونية. فكان في نفس الوقت تقدير الموقف من المخابرات العسكرية الإسرائيلية لم تقع حرب بناء على المقياس، بناء على مفهوم وضعته المخابرات الإسرائيلية اسمه بالعبري هكونسبتسيا، مفهوم بمعنى الرؤية. فاكتسب رئيس المخابرات العسكرية مصداقية كبيرة لدى القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل وأصبح رأيه مصدق أكثر من جهاز الموساد. تتقارب الشهور الحاسمة قبل أكتوبر من العام 73، يجري الجيش المصري مناورة إبريل مايو، تتجهز إسرائيل لاحتمال الحرب، ومعلومات الموساد تشير إلى خطورة الوضع، تستدعي إسرائيل الاحتياط، ترتبك، ثم يتضح أنه مجرد تدريب. يهتز الاقتصاد الإسرائيلي ويغضب قادة إسرائيل ويزداد اقتناعهم بأن المناورة لغرض الاستهلاك المحلي وأن السادات ليس جادا أبدا، وهكذا تنحي مصر قائد الموساد جانبا في نظر قياداته، يحترق على طاولة الحرب. الآن جاء الدور لإلحاق إلي زعيرة بتسيفي زمير. الحرب تمت أثناء ما يسميه الإسرائيليين مناورات الخريف. حصلت أول مرة مناورة في أبريل 73، أبريل مايو، وده طبعا عملت لهم إرباك كتير جدا إن دي مش في الخريف، ورفعوا درجة استعدادهم للقتال 24 إراطة. لما جه حصلت بقى مناورة الخريف بتاعت كل سنة كانت الأمور عندهم أهدى. المناورة كان تاريخها من 28 أو 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، يعني المناورة هتخلص بعد الحرب فيه. أهم نقطة بقى أن مصر عبر كل هذه المناورات اتبعت أسلوب حسب إلي زعيرة أسلوب السوفيت في العمليات العسكرية، مناورة عسكرية يتم تطويرها إلى حرب شاملة. إلي زعيرة كوجهة نظر إسرائيلية بيقول لنا إزاي اتخدعوا؟ واحد، لأن السلاح المصري لم يكن ليكتمل، لم يكن القوات الجوية اكتملت بالشكل الذي يمكنها من حرب إسرائيل، ولم تكن الصواريخ بالكامل في حوزة مصر. نقطة تانية، إن المناورة 41 تحرير 41 اللي تطورت عنها حرب أكتوبر عبر استبدال الخطط بالخطة بدر للعبور، المناورة كان معلن عنها في الصحف المصرية،
فهم اعتبروا ان الاعلان عن المناوره في الصحف المصريه وتوقيتها اللي هو الخريف من كل عام هو ده توقيت متكرر الجيش المصري بيعمل فيه مناورات. النقطه الثانيه اللي انطلت من خلالها الخدع على الجيش الاسرائيلي ان وصل معلومات استخباريه رفعت المستوى ان الجيش المصري استدعى 120 الف جندي احتياط للمشاركه في المناوره، واعلن في مصادر علنيه مكشوفه انه هيسرع هؤلاء الجنود بعد انتهاء المناوره يوم 4 اكتوبر. وبالفعل وصل لاسرائيل في هذا التوقيت صور لعوده الجنود الى منازلهم يوم 4 اكتوبر واحتفال اهلهم بعودتهم من الجبهه اللي كانوا موجودين فيها في الصحافه المصريه في الاعلام المصري اللي كانوا موجودين فيها من ساعه 67.